عليكم. بهذا الفيديو رح نحل أسئلة شاشات للشابتر 5. نبلش بأول سؤال، بيحكي لي a balloon filled with helium gas at 20 درجة سيليسيوس، وأعطاني يعني أعطاني أول شيء درجة الحرارة. هاي درجة الحرارة T1، وأعطاني الفوليوم، وأعطاني البريشر. بيحكي لك إنه حطينا البالون بليكويد نيتروجين، يعني نيتروجين سائل، درجة حرارته كانت سالب 196 درجة سيليسيوس، هاي تي 2، والبريشر قلت ل 5.2 اتموسفير، هاي بي 2. What is the value of the balloon؟ حكينا بهذه الأسئلة، بنحط القانون. هلا هو معطيني التمبريتشر والفوليوم والبريشر، فرح أعوض. بس خلينا نتأكد من هذا السؤال من المقطع. تمام. هلا هو معطيك التمبريتشر والفوليوم والبريشر، يعني رح أستخدم القانون يلي فيه كلهم. بي 1 في بي 1 على تي 1 تساوي بي 2 في في 2 على تي 2. اول شيء بس خلينا نحول درجات الحراره من سيليسيوس لكلفن، فرح تكون 20 زائد 273، رح تي 1 تساوي 293 كلفن، وتي 2 تساوي 273 ناقص 196 77. نعوض. V1 واحد في V1 6.91 على T1 اللي هي 293 تساوي V2 5.2 في V2 المطلوبة على T2 اللي هي 77. نعوض، نحكي 6.91 في 77 تقسيم 5.2 في 293 تساوي 349 بالألف. لو نقربها بتصير 35% اللي هي الخيار الأول. نجي للسؤال اللي بعده. أعطاني معادلة كيميائية بيحكي لك how many grams of CaH2 are needed to generate 48 liter of H2 gas at a pressure 811 بالألف أتموسفير and temperature 32 سيليسيوس. أول شيء خلينا نحول هذه لكلفن، 32 زائد 273 305 كلفن. طيب هلا هو اعطاني كل المعلومات عن ال H2 وطلب جرامات ال CaH2، اعطاني كل شيء عن ال H2 البريشر والفوليوم والتمبريتشر، بقدر اطلع منه شو المولات. بنطلع مولات ال H2، بعدين بنطلع مولات ال CaH2 زي ما كنا نعمل هيك، بنعمل يعني نطلعهم بالشابتر الأول، بعدين بنحولها لجرامات. نبلش. القانون بيحكي لك B في V تساوي N في R في T. B البريشر أعطاني إياها في الفوليوم تساوي N في R، المفروض يعطيني إياها يعني مسألة أكتبها، في 305. إذن N تساوي 1.55 مول من ال H2. فرح أحكي 1.55 مول
من ال H2 ضرب الاثنين مول من ال H2 احتاجت واحد مول من ال CaH2 ضرب. بدي احول من مولات لجرامات، لازم اضرب بالمولر ماس. يعني هون يكون عندي واحد مول من ال CaH2، وهون المولر ماس لل CaH2. دقيقة بس اطلعها. اثنين واربعين فاصل ثمانية بالمية جرام، فبحكي واحد فاصلة خمسة وخمسين ضرب اثنين واربعين فاصلة ثمانية بالمية تقسيم اثنين، طلعت معي اثنين وثلاثين فاصلة ستة. عنا بالخيارات 32.7، فبنختار هو الخيار الأقرب والأصح. طبعا نعيد بس كيف عملنا. اول شيء طلعنا، اعطاني كل المعلومات عن ال H2، طلعنا مولات ال H2، بعدين رجعنا كيف كنا نحل بالتشابتر اللي قبل. طبعا هاي طريقه حل الكتاب اللي هون، في بعض الدكاتره والطلاب بحلوا بطريقه ثانيه، بس احنا بما انه مرجعنا الكتاب فرح نضلنا نحل على طريقه الكتاب. المهم عندي مولات ال H2، طلعنا منها مولات، حكينا انه 2 مول من ال H2 بتحتاج 1 مول من ال CaH2، طلعنا مولات ال CaH2، بعدين طلعنا جراماتها. رح نحل سؤال ما حلينا مثله في قانون جديد. زي حكيت لكم قبل انه هذا التشابتر هو اكثر تشابتر فيه قوانين، فانا بحاول اوزع القوانين على الاسئله عشان تشوفوهم اقل يعني، ويصل يعني تحفظوهم بشكل اسرع. نبلش بهذا السؤال. بيحكي لك a mixture of 22 جرام of H2 and 10.4 جرام of CH4 if the total pressure is measured of 2.92 atmosphere. The partial pressure of H2 must be. طالبين البارشل بريشر لل H2. عشان تطلع البارشل بريشر لأي مادة شو بتحكي؟ البارشل بريشر لل H2 تساوي X لل H2، هلأ رح نحكي شو X، في التوتال بريشر. خلينا نحكي شو X. X هادي لهادي المادة لل H2 تساوي مولات ال H2 على مولات H2 زائد مولات المادة الثانية. شو المادة اللي عندي؟ CH4 زائد مولات طبعا CH4. خلينا نطلع ال X تساوي مولات ال H2 الماس اللي هي 22 على المولر ماس 2، يعني 11 على 11 زائد مولات ال CH4 16 الماس اللي هي أعطاني إياها 10.4 على 16، 10.4 الماس على المولر ماس اللي هي 16، طلعت معي 65. نطلعها تساوي 94. هاي طلعت الاكس، باجي بعوض هون. رح احكي البارشل بريشر لل H2 تساوي 94 في التوتال بريشر، اعطاني اياها اللي هي 2.92 ضرب التوتال بريشر اللي هي 2.92 تساوي 2.75. لو قربنا الخمسة رح تصير ستة لأنه قبلها سبعة، فاللي هو الخيار الثاني 2.76. نيجي نحل على نفس الفكرة كمان سؤال. هذا كم يعني هم السؤالين إجوا سؤال سنوات، رح تلاحظوا إنه نفس السؤال نفس الصيغة بس غيروا الأرقام. أعطاني جرامات ال H2 وأعطاني جرامات ال CH4. ممكن مثلا يغيروا لكم المادة، ولكن هذول السؤالين إجوا نفسهم يعني بريشر، واعطاك التوتال بريشر وطلب البارشل بريشر لل H2. راح اطلع، راح احكي البارشل بريشر لل H2 تساوي X لل H2 في توتال بريشر. خلينا نطلع X هي مولات ال H2 اللي هي 20.6 تقسيم 2، 20.6 تقسيم
رح تطلع 10.3. بدي اطلع اكس، انا هي اكس للاتش 2 تساوي 10.3 على 10.3 زائد مولات ال تي اتش 4 الماس الها 12 على المولر ماس اللي هي 16 تساوي 75%. اذا اكس او الكسر المولي يساوي 10.3 تقسيم 93%. نعوض 93% ضرب التوتال بريشر اللي هي 3.21 2.99%. الخيار الرابع. نيجي لهذا السؤال. Which of the following have a density of 1.21 واعطاك درجة الحرارة 7 درجة سليسيوس واعطاك البريشر، شو طالب؟ اي واحد من هدول له هاي المعطيات؟ يعني انا سوري بس هيك اوكي، يعني انا بدي اطلع المولر ماس واشوف اي واحدة فيهم المولر ماس الها تساوي المولر ماس اللي طلعت معي. خلينا نطلع المولر ماس لكل واحد منهم معطيني اياها. هاي رح تكون 32، هذه رح تكون 28، الان اي 20، وهذه 40. طيب هلا احنا اخذنا قانون انه الدنسيتي تساوي المولر ماس في البريشر على ار في تي، بس بنعوض. وطبعا التمبريتشر لازم نحولها لكلفن، 7 زائد 273 يعني 280. نعوض. هلا انا بدي اطلع المولر ماس، فراح احكي دي في ار في تي على بي تساوي المولر ماس اللي انا بدي اياها. طلعت معي المولر ماس 28. اي واحدة فيهم المولر ماس الها 28 اللي هي الانتو، هاي الخيار. اخر سؤال بيحكي لي calculate the molar mass of unknown gas if oxygen gas fuses at rate equal to 3 times at that of unknown gas. طالب المولر ماس للانون غاز ومعطيك يعني الغاز اللي ما بنعرفه ومعطيك النسبة. يعني لما اجي احل بحكي هذا القانون M1 على M2 تساوي جذر المولر ماس للثاني على المولر ماس للأول. هلأ هذا السؤال، هلأ أنا بدي عشان أشوف شو بدي أحط أول ببلش من هون، لأنه هذا يعني هون بلش نص النص اللي أنا بدي أطول منه المعطيات صح؟ فهو أعطاني الأكسجين بالأول، فهذه رح تكون هذه للأوتو وهذه للإكس، يعني هذه إكس وهون الأوتو. هذه أعطاني إياها 3 تساوي جذر الاكس المولر ماس للاكس على المولر ماس للاوتو اللي هي 32. باخذ تربيع الطرفين بتصير 9 تساوي اكس على 32 طبعا المولر ماس، فالمولر ماس للاكس اللي هي 9 ضرب 32 تساوي 288. الخيار الرابع. هيك بنكون خلصنا هذا الشابتر، حلينا اسئله على كل افكاره وحكينا كل قوانينه. رغم انه هذا الشابتر مش كتير صعب الا انه هذا اصعب الشابتر، يعني ممكن تدرسوا بهذه المادة، باقي الاشياء ان شاء الله كتير اسهل. ان شاء الله تكونوا فهمتوا واستفدتوا ويعطيكم العافية.